السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه لايت ستانزا. الموقع ده فليكسبل ديزاين ان ريفيت اور اونلاين، يعني ممكن تعمل الديزاين اللي انت عامله مع الريفيت او اونلاين بدون ما تسطب اي حاجة خالص. ممكن تشتغل على الكلاود، وزي ما انت شايف دراج اند دروب بتبدأ تحط الانارة اللي انت عايزها، وهو على طول يعمل اناليسز للانارة بتاعتك، فيعمل لك الدي لايت اناليسز. ده المطابق للليد والويل والاي ان 170 37، الدي لايت اناليسز، وجواه الدي لايت دي الكريديت اهوت. هتقول له ليد سكورينج 4.1 او 4. ممكن اونلاين من غير ما تسطب اي حاجه تبدا تعمل اناليسز لللايتنج بالشكل دوت. فده طبعا مفيد لمهندسين الكهرباء واللايتنج. هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو.